نحن حملة صحة وسياحة، هذه حملة سنوية تقوم فيها الإدارة بالتعاون مع مؤسسات مختلفة في إمارة الشارقة. جميل. انطلقت من 16 أغسطس الشهر الحالي، هي للسنة الرابعة على التوالي. استهدفنا من خلالها التوعية في مسألة السلوكيات الصحية اللي نحن ممكن نمارسها خلال جولاتنا السياحية في مختلف المواقع السياحية الموجودة في الإمارة. السياحة الداخلية فقط؟ بالضبط، نعم، فقط في إمارة الشارقة بالإضافة للمناطق التابعة للإمارة. جميل. فكيف نحن نقدر نتبع سلوك صحي من خلال التغذية، النشاط البدني، والسلوكيات العامة بالنسبة للمجتمع والأسرة خلال جولاتهم السياحية هذه. جميل. 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 يعني لربما أنت فضلتوا أن تكون الحملة إلكترونية، لو نعم. تحدثينا شوي عن هالجانب. نعم، كون نحن كإدارة تدخل صحي بداية العام قمنا باستطلاع رأي لاستهدف 778 شخص من المجتمع في إمارة الشارقة، نطلع من خلالها حول أبرز الطرق أو الوسائل اللي يحبون نحن نوصلهم من خلالها في مسألة التوعية ونشر الوعي وهذه القضايا. نعم. فوجدنا تقريبا 90% من الإجابات كانت اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي، كانوا يعتبرونها الوسيلة الأفضل لتلقي المعلومة، وكون نحن في تحدي كبير، وسائل التواصل الاجتماعي صارت بحر الحين، الأسهل والأسرع والأكثر انتشارا. بالضبط، وعندنا حسابات لمختلف الأفراد. نعم. أو المؤسسات، فدائما توصلنا معلومات لكن ما نعرف الصحيح والخاطئ منها. نعم. فنحن كمؤسسة نحرص أن يكون تواجدنا هناك كمصدر موثوق للمعلومات اللي يتم نشرها أو تصحيح المفاهيم اللي تنتشر.